الحرفية في الترفيه كان عنوان بارز ضمن خط منتجات شركة LG Electronics لهالعام من خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في دورته 50. عدا عن التصميم الأقرب لشكل الصورة على الجدار والمستوى العالي من الجودة في أجهزة تلفاز سيجنتشر أوليد، فالتعاون المشترك ما بين LG وتقنية دولبي في مجال الصوت والصورة تم تقديم أفضل تجربة صوتية سينمائية وصورة أكثر إشراقاً، فالمحتوى للمشاهد أصبح بيتمتع بأعلى المستويات المتقدمة مع أرفع تقنيات الصورة والصوت في نفس الوقت لتشكل مصدر ترفيه مهم في المنزل. مع الهاتف الذكي من LG V20، فهي طورت التقنيات المرئية للتحكم في الفيديوهات الخاصة فيكم والصور بشكل سهل وممتع بنفس الوقت، وأتاحت المجال للمستخدم لصنع الفيديو اللي بيناسبه بالشكل والصوت والصورة أيضا اللي بتناسبه. للاستمتاع بمشاهد منفردة وتجربة صوتية واقعية مع سماعة الاستيريو اللاسلكية LG Tone Pro والمصممة بطريقة ذكية وملائمة لارتدائها حول الرقبة، بخصائص تحكم سهلة وسريعة وإمكانية بث الموسيقى حتى أثناء الحركة وتوقف البث بمجرد رفعها من مكانها. أجهزة منزلية ذكية، أجهزة ترفيهية بجودة عالية، والعديد من الابتكارات اللي حصلت على العديد من الجوائز خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2017 حصلت عليهم شركة LG Electronics لتثبت شعارها باتجاهها لحياة أفضل للمستخدم. أحمد الكيلاني، رؤيا